بخير. اليوم جبنا لكم شي سلسله رويال طويله بشحال. رجاء حبيبتي، ما عنديش سلسله رويال، دخل عندي الواتساب نشوف لك. سولو واش اتصلوا بيه واش عندكم شي سلسله رويال سبتها لنا مع الدري. كنت تشوف ان المحل شحال تلفتي لي قبلها انت. بغيت نلقاكم وطيرو بغيت تهضر. هذا ما يصير. شكرا اختي اللي الله يخطيك. المهم البنات، السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ لاباس بخير، احوال مزيانين؟ معكم صفاء من مجوهرات الاخوين. كنبيعو الذهب 18 كاره اللي كيبيعوه كاع الذهبيه في المغرب، وكنديروا لا ليفغيزون غراتويت لكاع المدن المغربيه. مرحبا والف مرحبا. كنتواجدو في مدينه ميدلت، عندنا المحل الاول في قصريه ميدلت اونفاس مركز ثقافي، والمحل الثاني في قصريه الفتح اللي في سوق الجمعه. اهلا وسهلا. المهم اللي بغات اللي كاينه في ميدلت المحل اللي حنا قلنا لها، الا بغات تجي المحل تشوف يعني تشوف لي زارتيكل بعينيها وهادشي مرحبا بها. بالنسبه للناس اللي بعاد فحنا كنرسلو ليهم غراتويت حتى لعندهم في حاله خدات لارتيكل كامله او لونسومبل او سرتله كامله. فمرحبا والف مرحبا. بغيت نبلعس. لا اصلا ما بغيتش اليوم كما شفتوا عندنا، جبنا لكم سلات البرومو عندنا ب 420 درهم للغرام، شي حاجه جديده اللي غادي تباع باكثر من هذا الثمن، غتباع ما بين 300 درهم ما فوق. جبنا لكم حنا ب 420 درهم من فوق لي زارتيكل السلات البنات كيحمقوا، شي حاجه اللي جديده واعره يلاه داخله لنا جديده. جبنا لكم اليوم برومو ب 410، وكما البارح حتى اليوم غادي ندير لكم الميزان قدام عينيكم، والثمن غادي تحسبوه لراسكم وتاكدوا من الثمن لراسكم. غنعطيكم حتى الدوره كما العاده. بارطاجيو اللايف البنات اللي دخلات، بارطاجي اللايف. نعيمه وعليكم السلام اختي. البنات اللي دخلات بارطاجي اللايف. اليسرات راهم جداد ب 410 درهم للغرام. هاد الاقسام اللي غادي كنقول لكم دابا راه ما تلقاوش في جهه اخرى. كاينين الحلقات البنات اللي ما يعرفوا بالحلقات ديال الكراكب، ها هما دو حلقات ديال الكريكيبات هكا جداد، شي حاجه اللي قديمه كنلبسوهم مواتنا يعني في واحد السن معين، وكنلبسوهم جداواتنا. شي حاجه اللي جديده باين لي المام رشيد. هانتوما البنات شي حاجه اللي قديمه جبنا لكم اليوم حنايا، يعني جددناها الحمد لله. انا كيقول لك الجديد ليه جدا والقديم لا تفرط فيه، فهذا هو. وكاين هذا لونسوم البلوطه كذلك، حتى هو غزاله البنات، حتى هو برومو اليوم. فبارطاجيو اللايف البنات باش نبداو اللايف ديالنا. حاولوا تبارطاجيو صاحب شتا لو كيلو شويه. واه اربح شوف واش تخبط مزيانه دابا صافي خليها. المهم البنات راه الا جاتهم الصوره في الاول غيعلموني. شكرا اختي نعيمه. كما قلت لكم اليوم جبنا لكم هاد الحلقات هادو اللي كنلبسوهم مواتنا، اللي ديجا كانوا عندها باعتهم او تجلاو ليها او الله يستضاعوا منها، ولا الا بغات تجددهم عاود فدنيها شي حاجه اللي زوينه وكتدخل بواحد يعني دخلوا شكيلات زوينين. انا اول مره صراحه كنشوف بحال هاد لي موديل ديال حلقات الكراكب، بصح يعني قالوا لي بانهم كنلبسوهم في هاد الجهه بعدا بزاف، في الجهه ديال هاد المنطقه هادي الصحراويه كنلبسوهم جداواتنا ومواتنا وهادشي عيالات الكبار زمان. فالموديل ديالهم زوين صراحه. هانتوما داير بحال الموديل ديال الدور، وهما كيتسموا كريكيبات يمكن اللي فيهم هاد الموديل هذا، هاد الكريكيبات هاد الكويرات. فالشكل ديالهم غزاله البنات، اللي بغات تاخذهم ليها ولا الوالده ديالها ولا العقوستها ولا جداتها، ولا علاش لا ما نفرحوهمش حتى هما بهاد لي هاد. السلام عليكم اختي صفاء رشيد الماس وكاينه ميرا، مرحبا بك اختي ومرحبا بسلام كزينه. كوميد ديال لويز، كوميد ديال لويز اختي ما عنديش هنايا، دخلي عندي الواتساب نوريه لك. ما عنديش اختي هنا ماشي كوميد. انا اليوم ركزت على السرات بحكم اننا اللايف كل نهار، كل مره غادي نحط لكم دي زارتيكل، كل مره غادي يكون واحد النوعيه من لي زارتيكل. وان شاء الله نقدروا نديروا كل مره ندير واحد البرومو اللي يكون مزيان، بحكم ان اليوم الذهب شويه راه طالع، داكشي باش حتى البرومو شويه طالعه، ماشي بحال اليامات اللي تكون البرومو طايحه يعني الذهب طايح. دونك شوفوا راه كنديروا دي برومو اللي هما مزيانين. واليوم البرومو راه كاينه في هاد السرات هادو، وكاينه في هذاك لونسومبل ديال البلوطه، وخلاص هاد الحلقات ديال الكراكب.
ميرا حليتي انا اول مره صراحه نشوف هذا الموديل هذا من راني نخدم معاهم اول مره نشوف هذا الموديل هذا بصح قالوا لي بانهم تاع الجهه هنايا بعد هذه المنطقه ديال درعه تفيلات ولا هذه المنطقه كيلبسوهم بزاف يجبني اللي يخدم الله يسهل الامور كرام نشوفك ان شاء الله شكرا خويا كرام لهلا خديك اخاي الله يسهل عليك حتى انت بخصوص منطقة تريتاني هذا هو اللي كاين اختي كانت المنطقة هذه هنايا كيلبسوهم بزاف كنظن هذا علاش مي زوينين عجبوني صراحة موديل ديالهم زوين سماو ليا قال لي السيد دابا سميتهم حلقة الكريكبات زوينين يمكن فيهم دوك الكريكبات اللي كيبقاو يلعبو بحال هذيك العقيقات اللي كنا نلبسوهم حنا صغار هما كاينين في الحلقات صراحة زوينين الشكل ديالهم وغادي نبداو اللايف ديالنا حاولوا البنات تبارطاجيو اللايف لأقصى حد عندكم الماكسيموم ديالكم الله يسهل عليكم باش نبداو اللايف ديالنا وباش يستافدوا حتى حبابكم وناسكم بهذا البرومو اليوم لان الذهب ما راهش راسي يقدر يطلع الذهب دونك حاولوا تبارطاجيو لاقصى حد عندكم ديال لي جروب اللي عندكم روح غادي تاخذ هذا التليفون غادي تقدي دي كونيكسيون غادي تقرا كاع دوك الفيزا اللي كاين هنا تدخل بارطاجي مرحبا صافي وخلي لي انا هذا اقرا لي الكومونتير على ما تسالي وعطيني التليفون حيدو هاك دير له تما حداك باش ما يطفاليش حاول تبارطاجي منهم كاملين المهم ما تبارطاجيش حتى يبلوكي حاول بارطاجي شويه لان فيسي في الفيزا راه بلوكي اصلا ملي دخلت تبارطاجي اللايف الماكسيموم حيت فريمون راه تستاهل انه تبارطاجا لان لي زارتيك لان السرات جايكم دي موديل ديال السرات منوعين كاينين ديال الورده كاينين هادو اللي فيهم جوج برومي واحد سامبل كاينين هكا دمالج اللي هما غلاض منفوخين هادو اللي كيجيو هكا مطبزين كاينين هاد الموديل هذا اللي بحال هكا هاد الموديل هذا يعني بزاف بزاف ديال لي موديل جبنا اليوم ديال سراتل كاين هاد الموديل هذا يلاه جبناه اليوم هانتوما دي موديل اللي هما كثار ديال سراتل وهما برومو ب 410 حاولوا تبارطاجيو اللايف البنات وي غفران منطقه تاني ثاني اختي حتى هما كيلبسوا هاد الموديل بارطاجيت شكرا اختي ميرا نسال الامور اختي شكرا بزاف اختي ميرا لهنا خطك وغادي نبدا لكم اللايف البنات غنبدا لكم باول اول ارتيكل اللي هي هاد السرتله هادي اول ارتيكل اللي هي هاد السرتله هادي غزاله البنات شي حاجه اللي واعره واعره في اللبسه ديالها ها نتوما شي حاجه اللي ناضيه هادي اللي ديال الورده هكا ديال الزهره يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف الموديل ديالها غزال غزال وجديده ب 410 دراهم ها نتوما البنات حسبوا معايا الثمن تشوفوا بعينيكم الغرامات وها نتوما غتشوفوا نشوفوا واش كيبان الغرامات دونك كيبانوا غادي نحاول انني نعطيكم لو بري ديالها انتوما حسبوا في ديوركم دونك فيها 29 غرام بصيله 20 تقريبا في حنا حتى في الغرامات غادي نحاولوا اننا ما نديروش الغرامات سيغ فهمتوا يعني غادي نحاولوا غادي نحاولوا اننا نديروا المروحه حتى في الغرامات ديالهم دوك الغرامات الاصليين هما 29 غرام فاصلة 20 كدا 20 فهمتوا يعني ماشي شي حاجه غرام من الاصل ديالها وانا فيها 29 فاصلة 20 او 23 او 22 ماشي شي حاجه اللي هي اللي هي كبيره بزاف بصح الاصلي هو 29 غرام 410 عطاتها 11970 درهم اللي هي 1,039,000 ريال و 400 ياك رشيد هذا هو لو بري ديالها البنات 1,039,000 ريال و 400 هذا هو لو بري ديالها غادي تقولي لي كدرتي قريتيه وانت البارح ما قلتي لنا الارقام حتى هبلتينا تخيلوا معايا انا مشيت كندير ستاج السلت اللي خديتها الوالده ما عندكم الصح والعمل ولبسها الخوا الله يحفظكم ميرا بصحتها وراحتها اختي تدخل عليها بزياده الرزق ان شاء الله وتنتي الله يعوضك ان شاء الله ما اكثر بصحتكم احبيبتي الصحه والراحه المهم البنات اللي نيميغو راهم بانكلي لتحت اي نمره دخلتوا ليها مرحبا والف مرحبا قلنا البنات هذه فيها 29.23 29.23 في 410 عطاتنا 11970 درهم هذه هي
وغادي نضربوها في 20 باش تعطينا الريال اللي هي 1,039,000 ريال او 400. هذا هو لو بري ديال هاد السرتله. هادي السرتله ب 11,970 درهم. هانتوما ضربوا الثمن في يعني في ديوركم زايده ديك كي نقولها نتوما. المهم ديك 10 ريال ديك درهم ولا شي حاجه، راه ماشي شي حاجه غاف، بصح الثمن ديالو الاصلي راه حنا كنقولوه، وانتوما راكم تضربوا الثمن في ديوركم وتشوفوا لو بري ديالها الاصلي. يعني نيشان اللي تهضر بالريال تعرفوا، اللي تهضر بالدرهم تعرفوا، اللي تهضر بالفرنك تعرفوا، واللي برا راهم المغاربه راهم يحولوا. المغاربه ديال الناس ما راهم يحولوا، يعني الدرهم يحولوا هنا الاورو غيستلموا. دونك البنات هذه هاد السرتله هذه فيها 6.1 6.1 في الدوره ديال هاد السرتله هذه ب 11,970 درهم، 1,039,000 ريال او 400. هذا هو لو بري ديال هاد السرتله. اللي عجبتها غادي لها سكرين، دخل الواتساب مرحبا والف مرحبا، تاكد لينا الدوره ديال اليد ومرحبا والف مرحبا البنات. حاولوا البنات بارطاجيو الماكسيموم عندكم صحابكم وحبابكم والناس اللي كتعرفوهم يعني يعجبوهم بحال هاد لي موديل، كيستناو الميزات بحال هادو، ما تضيعوش عليهم، بارطاجيو لهم او طاغيوهم هنا في اللايف باش يشوفوا لي موديل ديال هاد، باش يشوفوا هاد الاثمنه هادو. ومرحبا غنمشي لكم البنات هذه ديال جوج مبرومين واحد سامبل. كما عرفتوا هذه راه صحيحه شي حاجه اللي عمليه بزاف، انتوما هاد السرتله هذه راه شي حاجه اللي عمليه بزاف، يعني كنقدروا نقولوا هذه راه تبارك الله ما عمرها تقول راسي يا راسي ما عمرها تحشمكم في شي بلاصه او توقع لها شي حاجه. هذه اللي لبسها راه بحال بحال فلوسه ما يضيعش فلوسه صراحه، يعني فريمون سرتله غزاله وصح العمل. غادي نمشيو لهاد الثمن ديالها، حتى هي فيها 28.31 غرام، وغادي نضربوه في 410 غيعطينا 11,600 درهم، 11,600 درهم اللي هي 1,032,000 ريال. ياك رشيد 60 شوف 1,032,000 ريال 60 سنة 28.30 مشكلة هادي 28.30 عطاتنا 11,600 درهم، 11,600 درهم اللي هي خصنا نقولها بلا ما نحولها على 20، 11,000 درهم عطاتنا 11,060 درهم، 11,060 حولوها للريال. والله ما نقولها دابا تنجلس فيها هنا، والله ما نقولها. عطاتنا 1,032,000 ريال ما حناك ترى غلط 22.30 10 هاي 11,600 درهم 1,032,000 ريال شتي هذا شتي هذا هو الأثمنة اللي كتكون طالعة نزقل فيها. هي 1,032,000 ريال البنات، 1,032,000 ريال هذا هو الثمن ديالها، 1,032,000 ريال. دوكا تصبروا معايا شويه، كاين بعض المرات كيكون الاثمنه شويه 22 غرام اش تنقول لي 28 ها نتوما 28.30 11,600 20 هي 1,032,000 ريال البنات. لو بري ديالها 1,032,000 ريال هذا هو الثمن ديال هاد السرتله. ها نتوما الدوره ديالها هي 6.4 تبارك الله 6.4 اللي كانت الدوره 6.5 هذه الدوره ديالها اللي كانت الدوره ديالها هذه عجبوها الكرامات والثمن. دير سكرين دخل واتساب مرحبا فاصل مرحبا والف مرحبا. ها نتوما اختي قولي غير الدرهم والاورو هكا تردي تزيدي تعطلي واخا اختي مرحبا اكيد غادي في الثمن السدله راه صححتو حبيبتي صححتو صححتو. السلام عليكم. هادي البنات سرت لغزالة 28.31 غرام كتجي كتحمق في اللبسة ديالها.
نعم. شحال هذيك؟ مضرومه. هذيك دايره 11600 درهم اختي، 11600 درهم هذا هو الثمن ديالها، 11600 درهم لو بري ديال هذيك المبرومه. مشكله مع التليفون اللي راه غيطفى. وغنمشيو لهذه البنات، سرت لها كتحمق حتى هذه صحيحه ونتينه، والثمن ديالها جد مناسب.